مساء الفل ومبروك للأهلي أخيرا. ماتش كان صعب قوي بس احنا كنا قدها. ماتش كان متعقد. انا بس طالع اقول حاجة، محدش يزعل مني، من الزملكاوية محدش يتكلم خالص، لان انا لو كنت اتغلبت كنت ها لحد ما نتقابل احنا الاتنين في نهائي افريقيا. ده اكبر واقوى ماتش الأهلي والزمالك لعبوه. فيا جماعة يا صديقي واخويا، اخويا برضه زملكاوي، لأي حد انا مش عايز اشوفك يعني ما تفتحش بقك خالص. ده طبعا مع كل الاحترام ليكوا. ليه؟ حط نفسك مكاني، لو انت كسبتني النهارده كنت هتعمل ايه؟ هل كنت هتقول لي انت روحك رياضيه وانت لعبت على فكره كويس جدا وجود لك؟ ده انت كنت هتنفخ اللي جابوني عشان نكون صراحه. فالى كل الزملكاويه يا جماعه، يعني انبسطتوا بالبطولتين اللي في اسبوع، خدوا بقى الكاس، خدوا الدوري، مفيش مشكله، انا مفيش مشكله عندي، اكسبوا الاهلي تاني وتالت عادي جدا. الماتش ده هو فعلا نهائي القرن. عقبال بقى ما تكسبونا تاني في نهائي افريقيا، ساعتها ممكن نبقى نتكلم، لكن غير كده ولا هقول فارق بقى بطولات ولا مش عارف ايه. بس انا طالع اقول جملتين وخلاص. اصحابي الزملكاويه، انا لو كنت خسرت كنت روقتوني واتكلمتوا بثقة وغرور بشكل غير طبيعي، وهتكسبوا فرق سكور، كان الناس بتبعت لي كده. فايه رايكم؟ ماليش دعوه بقى مين لعب احسن، احنا في ماتش ابو ظبي اللي انا رحته الاهلي لعب احسن، فضلتوا توصلنا ضربات الجزاء وخنقتوا اللي جابونا وخلاص. بس بشكل عام حتى ماتش 3-1 كنا احنا احسن، انتوا خطفتوا. فبالتالي يا جماعه مبروك للاهلي، مبروك لجماهير الاهلي، وهنلعب كاس عالم وهنلعب سوبر افريقي. كسبنا بقى خسرنا مش فارقه، يكش نخسر 9. زملكاويه انبسطوا بناديكوا، مفيش مشكله، كل الاحترام ليكوا، بس محدش بقى ايه يجي يقول لي اصل الزمالك. محدش يتكلم، محدش يتكلم، لان انا قلت في فيديو فات اللي هيخسر هيتحفل عليه اليوم الدين. حتى انا مفيش مشكله، ولو كنت خسرت ما كنتش هطلع اعمل فيديو بصراحه، بس كان هيتحفل عليا وما اقدرش ان انا، ما كنتش هاجي اقول ايه انتوا معاكم 6 واحنا معانا 8، لا ما كنتش هتكلم بصراحه، حقكم. لكن انا المره دي احفل ليوم الدين وشكرا.